يطاف فيهن يمينا يسار، حرائر حرائر يجلبن جلب الإمايا، ظلما وفي الأمصار فيهن يدار. قد ورثت زينب من أمها يا كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. علامة راعي الثار ما يظهر، علامة وينشر لليتانون، علامة نسب متون عماته، علامة بضرب سياق الزجر وجار مية، يا بضرب سياق الزجر وجار مية. يا ابن الحسن شيل اللوى وقوم، يا مندوب لخذ الثار كل يوم، تنسى الغريب المات مظلوم، يا بتنسى الغريب المات مظلوم، عطشان عن الماي محروم، والله تنسى سبزي يا نبي وجلف يوم. يقول إمامنا الحجة: ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، لأبكين عليك صباحا ومساء. واحد من العلماء رأى الإمام تشرف برؤيته، قال: سيدي أنت تقول لأبكين عليك صباحا ومساء، المصائب كثيرة متعددة، لأي مصيبة تبكي؟ أتبكي لمصيبة القاسم؟ قال: لو كان القاسم حاضرا لبكى. أتبكي لمصيبة علي الأكبر؟ قال: لو كان حاضرا لبكى. أتبكي لمصيبة قمر العشيرة؟ قال: لو كان حاضرا لبكى. أتبكي لمصيبة الحسين؟ قال: لو كان حاضرا لبكى. إذن سيدي لأي مصيبة تبكي؟ قال: أبكي لسبي الحوراء زينب من بلد إلى بلد، نادى يا أدب سعد زينب طلعوها طلعوها، حرقوا قلبها براس أخوها. وان بجت بالساط ضربوها، شتموا الزكية وسببوها، يا بشتموا الزكية وسبوها.
وحقك ما شفت راحم وناصيح ايو كل ساعة الشمر يضربني وناصيح لو انحاضر يا خزيانب وناصيح ابد ما تجسر واحد علي ابد ما تجسر واحد علي تربى مشت وعيونها على حسين تربى وخذت من دمع عزيز القلب تربى الاخت ويا الاخ من الزغر تربى شلون تعوف جسمه على الوطيه شلون تعوف جسمه على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن إمامنا وسيدنا الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائم آل محمد يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وورد عن إمامنا الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام قال أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج قضى الله حوائجكم يسر الله أموركم تعجيلاً للفرج لشفاء المرضى هدية إلى أمواتكم عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد إمامنا الإمام الجواد أبو جعفر كسائر الأئمة يؤكد على قضية الإمام المهدي المنتظر لأن هذه القضية قضية أكد عليها الأنبياء ورسول الله وهكذا سائر الأئمة صلوات الله عليهم وقضية الإمام المهدي المنتظر قضية واقعية لا يوجد مسلم يشكك بها أبداً إلا إذا كان جاهل معاند ما عنده اطلاع على التاريخ الإسلامي ممكن
يشكك بهذه القضية، وإلا قضية الإمام قضية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال هذا الدين قائم حتى يكون عليكم 12 خليفة، 12 وزير، 12 أمير. أهل بيتي، يقول رسول الله، أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن الكواكب أمان لأهل السماء، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. هذا الكون كله محفوظ بعناية الإمام اللي هو صاحب المكان صاحب الزمان. الآن الخيرات البركات دفع البلاء الشرور الأمراض كلها تدفع ببركة حجة آل محمد. في الرواية: لو خلت الأرض من وجوده لحظة واحدة لساخت الأرض بأهلها، لماجت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله. هذا الكون كله قائم على وجود حجة الله الإمام المعصوم صلوات الله عليه. فإذن قضية الإمام قضية واضحة. طبعاً أكو خلاف، الاتجاه الآخر يقول قضية الإمام قضية واقعية، لكن الإمام سيولد في آخر الزمان، سيوجد في آخر الزمان. لكن إحنا عقيدتنا نقول الإمام موجود والإمام مولود، وهو ابن الإمام الحسن العسكري، وهذا المعنى نقيم عليه عشرات الأدلة. تبقى أيها الأحبة قضية الإمام جملة من المشاكل، وهذه المشاكل لها حلول ذكرها الأئمة والعلماء. المشكلة الأولى مشكلة طول العمر. كيف إنسان يعيش هذه الفترة الطويلة، هذا العمر الطويل بهالامتداد بهالشكل؟ الآن لاحظوا، الإمام صاحب الزمان هو أطول الأئمة سنا. الآن أصغر الأئمة سنا هو إمامنا الجواد. ما عاش الإمام الجواد إلا 25 سنة، قتله الظلمة وحرمونا من أفكاره ومن عطائه ومن علمه. لكن الإمام صاحب الزمان الآن هو أطول الأئمة عمرا، من سبقه من الذين قتلهم الأعداء والظلمة الإمام الصادق، هو أطول الأئمة عمرا. أما الإمام الحجة من الأحياء هو أطول الأئمة عمرا. الآن أكو واحد يستهزئ يقول: أما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، فعلى عقولكم العفا إذ أنكم
فلثتم العنقاء والغيلانا. يقول الشيعة واقفين عند السرداب وينتظرون متى يخرج إمامهم. منو منكم اليوم انتوا القاعدين منتظروا جالس عند السرداب وينتظر شو وقت يخرج الإمام؟ السرداب الآن أنت تسمع بالسرداب، شنو يعني السرداب؟ السرداب هو بيت الإمام، وأكثركم متوفقين بزيارة هذا السرداب. هذا السرداب هو بيت الإمام، دار الإمام، منزل الإمام، والإمام عليه السلام غاب من داره، غاب من بيته، غاب من ذلك السرداب. لكن ما عندنا رواية أن الإمام سيخرج من هذا السرداب، ما عندنا هالشكل. طول عمر الإمام، هاي المشكلة. الآن لاحظوا رسالات دينية، رسالات سماوية طالت أعمارها في التأريخ. الآن الخضر العبد الصالح، كل المسلمين يقولون الخضر موجود وعايش ويمشي على وجه الأرض. عيسى عليه السلام، كل المسلمين يقولون موجود. وإذا خرج الإمام عليه السلام سيأتي عيسى ليصلي خلف حجة آل محمد. نبي الله عيسى يصلي خلف إمامنا، عايش. القرآن يتحدث عن نوح، كم لبث نوح في قومه؟ دعا قومه إلى عبادة الله 950 سنة. هذه فقط فترة التبليغ، أما اشقد عاش، اشقد بقى قبل بعد، القرآن ما أشار، فقط إلى فترة الدعوة. زين، مثل ما الخضر موجود، مثل ما عيسى موجود، مثل ما ذول الأنبياء موجودين والمسلمون كلهم يقولون عايشين، هالمجموعة هاي اللي طالت أعمارها، شنو المشكلة؟ الله عز وجل يبقي الإمام الحجة، شنو المشكلة؟ القرآن يتحدث عن نبي الله يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني أكو إمكانية أن يبقى يونس إلى يوم القيامة لولا أنه كان من المسبحين، يعني أكو إمكانية. مثل ما ذولا عايشين الله عز وجل يبقي الإمام، شنو المشكلة؟ هذا واحد. المشكلة الأخرى، لماذا غاب الإمام؟ ليش الإمام غاب؟ شنو سبب غيبة الإمام؟ شوف الإمام المعصوم ماذا يقول: إن لقائمنا غيبة يرتاب فيها كل مبطل. أحبائي، المفروض إحنا نتسلح بالدليل في عقيدتنا بأئمتنا عليهم السلام. اقرأوا، اسألوا، خلي عندك الأدلة الكافية، خصوصا في مجال العقيدة. الشباب تسلحوا بالدليل، تسلحوا بالعلم، اسألوا، خلي عقيدتك عقيدة قوية محكمة في اتباعك لأهل البيت.
فالإمام يقول اللي ما عنده عقيدة قوية، ما عنده إيمان ثابت، هذا يشكك بقضية الإمام عليه السلام، يرتاب فيها كل مبطل. بعدين السائل يسأله للإمام، يقول له ليش هاي الغيبة؟ يقول له سر لم يأذن لنا الله في كشفه. من الأسرار، الآن أنت صليت صلاة المغرب، ليش صلاة المغرب 3 ركعات؟ شو مدرينا؟ ما ندري. ليش صلاة العشاء 4 ركعات؟ أكو قضايا عقولنا ما تدركها، ما تهضمها. ليش لما تروح للحاج لازم تطوف 7؟ ليش تطوف 7؟ ليش ما تطوف 8 أو 6؟ ليش تسعى بين الصفا والمروة 7؟ لما ترمي ترمي 7، لما تذبح يقول لك الذبح في منى. أكو قضايا عقل الإنسان مو قادر أن يدركها. كذلك قضية الإمام، ليش غاب؟ ما ندري. يقول الإمام سر لم يأذن لنا الله في كشفه. هو إذا طلع الإمام راح يقول لنا ليش غاب. هاي 2 3، شنو فائدة هذا الإمام الغائب؟ الآن الإمام غائب عن الأعين، هو حاضر بيننا، يرعانا، ينظر إلينا، حاضر معنا، لكن إحنا ما نشوفه. زين، الآن إحنا إيش نستفيد من هذا الإمام الغائب؟ شنو فائدة هذا الإمام الغائب؟ الإمام يقول كفائدة الشمس إذا غطتها الغيوم. الآن الشمس لما تصير وراء الغيوم، وراء الحجب، وراء السحاب، هاي الشمس بيها فائدة للأرض وما بيها؟ بيها فائدة، لكن مصلحة من المصالح صارت وراء الغيوم. يقول إمامنا الجواد أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج. أفضل الأعمال أنك تنتظر إمامك. يقول إمامنا الجواد شنو يعني انتظار الفرج؟ يعني هالشكل تخلي إيدك على خدك وتقعد، هو هذا معنى الانتظار؟ أنت الآن لما يجيك ضيف وتنتظر قدوم هذا الضيف، شو تسوي لهذا الضيف؟ تصنع الطعام، تهيئ الدار، تعدل الدار، تكنس البيت، هذا هو معنى التهيؤ. لما ابنك غايب عنك سنين وانت تنتظره، والان ابنك راح يرجع وانت تنتظر عزيزك ابنك، شلون تستقبله؟ شلون تستعد لاستقبال عزيزك أو ابنك؟ انتظار الإمام الحجة. الإمام إذا خرج راح يقضي على المجرمين، يقضي على الظالمين. يعني أنت أيها المؤمن لا تصير ظالم، لا تكون عون للظلمة، لا تظلم، لا تعتدي، لأن إمامك إذا خرج راح يقضي على الظالمين. الإمام إذا خرج راح يقضي على الفاسدين. يعني أنت أيها المؤمن طهر نفسك، أصلح نفسك، لا تكون فاسد، لا تلوث نفسك، لا تلوث عقيدتك، لا تلوث روحك، لا تلوث فكرك، كن نظيفاً في الحياة،
لأن الإمام إذا خرج سوف يقضي على الفاسدين. الإمام يرعانا، يرعى وجودنا، يرعى كياننا، يسدد علماءنا. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غدو. يقولون سيد حيدر الحلي، هذا بالحلة وينظم قصائد، هاي القصائد يسموها الحوليات، يعني كل سنة ينظم له قصيدة، وما يقرأ القصيدة إلا عند الإمام الحسين. نظم القصيدة استنهاض للإمام الحجة: مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. ويجي جايب القصيدة يريد يقراها عند الإمام الحسين من الحلة إلى كربلاء، بالطريق هو تعبان جلس يستريح، وإذا بالإمام مر عليه، هو ما ملتفت. الإمام قال له: اقرأ علي قصيدتك يا سيد حيدر. صار يقرأ القصيدة: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، يا فجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. قل يا سيد حيدر، وجعت قلبي بهالكلمات. بعدين يقول: حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. يقولون إذا خرج الإمام يجي إلى كربلاء، يتوجه إلى كربلاء، أكو راية حمراء على قبة الحسين، هاي إشارة إلى أن صاحب هذا القبر مقتول ولم يؤخذ بثأره. إذا خرج الإمام راح يغير هاي الراية ويجي إلى قبر الحسين، يخرج عبد الله الرضيع والسهم نابت في نحره، يقول: أصحابي، ما ذنب هذا الطفل الصغير وقد ذبحوه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. يقول أبو حمزة الثمالي: دخلت على الإمام زين العابدين، يقول: أنا لما دخلت سمعت امرأة تبكي بكاء عاليا. يقول: بنائي، هاي جارية من جوار الإمام والإمام معاقبها وتبكي. قلت له: سيدي يا ابن رسول الله، هاي الجارية ليش تبكي؟ انت اعفو عنها. قال: يا أبا حمزة، عن أي جارية تتحدث؟ هذه الرباب تبكي ليلا ونهارا على الحسين وعلى ولدها عبد الله الرضيع. يقولون الرباب لما رجعت إلى المدينة، نقرأ هالمصيبة إلى الإمام الجواد، إلى الإمام الكاظم لقضاء الحوائج، الرباب بعثت على العمال وأمرتهم أن يرفعوا سقف الدار، وقاعدة بالشمس مخلية مهد عبد الله الرضيع، تارة تبكي على الحسين وتارة تبكي على ولدها عبد الله الرضيع. سكينة تقولها: أماه، انت ليش قاعدة بالشمس؟ تعاي قعدي بالظل.
قالت وكيف أجلس بالظل وبعيني نظرت الحسين تصهره حرارة الشمس، كيف أجلس بالظل وأنا أسمع الحسين ينادي أنا عطشان وحق جدي رسول الله، كيف أجلس بالظل وأنا أنظر إلى الخيل تلعب على صدر الحسين يمينا شمالا وتبكي على ولدها تلالي تلالي يا الجنت بالظلمة تلالي، أدورا على يمين وشمالي كل ظنتي نايم الغالي نايم الغالي، أهزا بالمهد والمهد خالي. سألت الإمام زين العابدين قالت له سيدي وين ادفنت ابني عبد الله الرضيع؟ قالها خليته على صدر الحسين. قالت له مو صدر الحسين متهشم متكسر، شلون خليته على صدر الحسين؟ قالوا على صدر حسين نايم يا بعد عمري يا بعد عمري، أبي يكسر وصدر ما تغفى على صدري. وتبكي على الحسين أنا لقعد على درب الضعون الضعون وناشد اليرحون وإجون، أريد منك آهات وحسرات في حرم الإمام الجواد. يا با أنا لقعد على درب الضعون الله يقضي حوائجكم انتو عند باب المراد عند موسى بن جعفر. يا با أنا لقعد على درب الضعون وناشد اليرحون وجو، كل من لها غياب يلفون يلفون وانا غايب باللحد باللحد مد، خويا لا تقول هاي زينب زينب، خويا لا تقول زينب زينب براحة، براحة ولا تقول بطلت النياحة، أنا من يومكم ما شفت ما شفت را، زينب عليها السلام انهضمت. إيش وقت انهضمت؟ لما أخوها محمد ابن الحنفية ما عرفها، قال له ولدي علي هاي زينب المخدرة. قالت لا تقل زينب المخدرة ولكن قل زينب المسبية. قل له حقك حقك يا أخويا ما عرفتني ما عرفتني مصايب كربلا غيرتني، يا با مصايب كربلاء غير ايتني. كني بفاطمة